السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم كل متابعي قناة إيزي إنجلش. النهاردة معادنا مع إن شاء الله هنحل الكتب الخارجية. هنبدأ النهاردة بحل كتاب جيم للصف الأول الإعدادي. طبعا إحنا خدنا مع بعض ليسن 1 وليسن 2 وحلينا برضو عليه تدريبات. النهاردة هنحل مع بعض الكتب الخارجية، هنحل المعاصر وجيم. فهنبدأ النهاردة بكتاب جيم، والمرة الجاية الفيديو أو القادم هيكون عن كتاب المعاصر. طبعا ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو ونفعل الجرس على كلمة اون عشان يوصل لنا تنبيهات بكل الدروس الجديدة. وزي لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا أو بتتابعونا، يبقى هنعمل اشتراك في القناة، ندوس على الزرار المكتوب عليه اشتراك بالأحمر أو مكتوب عليه سبسكرايب علشان توصل لنا كل الدروس اللي احنا بنقدمها. يا رب كمان لو عندنا اي استفسار او اي تعليق على الفيديو او اي حاجه انتوا عايزين تشوفوها على القناه، ما تنسوش تكتبها لنا في التعليقات. نقول بسم الله ونبدا على بركه الله الحل مع بعض. هنبدا اول جزء مع بعض من بيج نمبر 14 في كتاب جام. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, D, A, B, C, or D. طبعا ده جزء خاص بالفوكابولري. The thief from the top, sorry, the view from the top of the mountain was, I loved it. The view, الفيو طبعا هو المنظر, from the top of the mountain, من أعلى المونتن, was a, I loved it. I loved it يعني أنا عجبني. طب was horrible, طبعا horrible means bad. Amazing يعني interesting أو مدهش. talented موهوب. ugly يعني not beautiful. طب أنا عجبني، يبقى طبعا it was amazing. number two, can you help with setting the table for dinner? can you help with setting the table for dinner? setting the table for dinner يعني ترتيب السفرة علشان إيه؟ علشان العشاء. طيب can you help out, help at, help about, help on. طبعا you know what, can you help out with, can you help out with. I always wear gloves when I litter from the street. I always wear gloves يعني دايما بلبس جوانتي. when I litter from the street لما بعمل ايه في القمامة من الشارع. when I solve طبعا solve يعني يحل. repeat يكرر. mention يذكر. طبعا collect يجمع. وطبعا دي الانسب بتاعتنا. كريم many prizes for his great work. طيب البرايزز اللي هي الجوائز هتاخد مع فعل ايه؟ grow. grow طبعا يعني يربي او يسري زرع او كبر. felt شعره. design صمم. one طبعا فاز، ودي الكوريكت انسر اللي هي الباست بتاع فعل يفوز. كادي at the local recycling sister, center sorry. كادي at the local recycling center during the summer. يبقى بيعمل ايه في اللوكال ريسايكلينج سنتر اللي هو مركز التدوير المحلي. طبعا عندي هنا repeated يعني يكرر. changed يغير. check يعني يتأكد أو يفحص. volunteered يتطوع. وطبعا دي الأنسب بتاعنا. يبقى كادي إيه volunteered تطوع at the local recycling center during the summer. رؤى for sorry her room before her friends came over. waited for, picked up, cleaned up, held out. طيب رؤى her room عملت ايه في الأوضة بتاعتها before her friends came over؟ يبقى طبعا cleaned up، يبقى نظفت her room. my brother became a of our school football team. he is a good player. became a ايه؟ أصبح ايه في الفوتبول تيم؟ member طبعا member اللي هو العضو. number اللي هو طبعا الرقم أو العدد. طبعا vacation إجازة. neighbor طبعا الجار. وطبعا يبقى الانسر بتاعتي member. during A we travel to Luxor and Aswan. during vacation, during community activity, software.
يبقى طبعا during vacation يبقى أثناء الأجازة. Mazen waited a while before leaving the house. A while يعني شوية، يعني هو انتظر شوية أو لبعض الوقت. يبقى طبعا هنا waited for a while. For طبعا بيجي وراها إيه؟ فترة زمنية. For 3 weeks, for 2 days, for a while يعني لبعض الوقت. أميرة thinks. أميرة thinks it's a to finish the project on Friday. To finish the project on Friday يعني إن أنت تخلص إيه؟ تخلص البروجكت يوم الجمعة. فهي بتعتقد إن هو it's possible يعني ممكن. It's empty, فارغ. Nervous يعني توتر أو متوتر. Famous يعني مشهور. يبقى أميرة thinks يبقى it's a possible to finish the project on Friday ولا empty to finish, nervous to finish. Famous طبعا nervous بتوصف شخص، فما ينفعش نقول ان هي it is. فطبعا الانسر عندي ايه؟ it is possible. If you are A or N, if you are A or N, you can drive a car. تقدر تسوق سيارة. يبقى if you are A or N, you can drive a car. تقدر تسوق سيارة. Travel and explore. إنك تسافر وتستكشف. New places alone. If you are a kid. لما تبقى بقى kid اللي هو الطفل. Child. Adult. Baby. Child. طبعا kid و child لنفس المعنى. و baby طبعا baby. فطبعا ال answer is adult. Did Celia where she was going. طيب ديت سيليا ايه؟ ديت يبقى انا عندي هنا فعل ما ايه؟ فعل مصدر. طبعا عندي هنا ديت سيليا بلانت. بلانت يعني تزرع. جوين ينضم. منشن يعني ذك يذكر. ريبيت يكرر. طب يقول لك هل سيليا هي رايحه فين؟ يبقى طبعا ايه؟ منشن. ديد سيليا منشن وير شي واز جوين. تو جيت ذا اوبوزيت اوف بوسيبل وي اد ذا بريفكس. عشان اجيب المضاد بتاع كلمة possible بنحط لها طبعا بريفكس M عشان تبقى الكلمة impossible. هننتقل لبيج 15. My brother likes to part in games with other kids. طبعا part in بتاخد مع verb take. يبقى likes to take part in. Take part in بمعنى يشارك أو participate. The children picked up the chocolate bar. The children picked up the chocolate bar on the street in their city. طبعا هم التقطوا الشوكليت بار اللي هي قلب الشوكولاته. طيب هياخدوا الشوكليت بار vacations, communities, partners or rebels. طبعا هي الشوكليت بارز بار رابرز اللي هي الأغلفة بتاعة الشوكولاتة. Our team will play in the next. Our team will play يبقى الفرقة بتاعتنا هتلعب in the next poster اللي هو البوستر. Tournament اللي هو الدوري. Project مشروع. وطبعا البلوج اللي هو الأونلاين دايري. وطبعا الأنسر اللي هي إيه؟ Tournament. My sister joined a group two adults to read and write Arabic. يبقى my sister joined a group. انضمت لجروب عشان تعلم ال adults to read and write Arabic. طب what is the meaning of تعلم؟ Teach. Teach يعني هو اللي يتعلم. يبقى to learn ولا ان هو sorry learn هو يتعلم. Teach يدرس. Check يفحص. Mention يذكر. يبقى طبعا هنا to teach adults ان انت تعلم ال adults to read and and write. Omar and Tariq write stories using computer. Tariq وعمر بيكتبوا stories او قصص باستخدام الكمبيوتر ايه؟ الكمبيوتر تيم فرقة الكمبيوتر ولا الكمبيوتر سكرين اللي هو الشاشة
ولا كمبيوتر سوفت وير ولا كمبيوتر تول. طبعا بيستخدموا الكمبيوتر سوفت وير. نمبر 6 اور ار فيري فريندلي. اور فيري فريندلي يعني ودودين. اور رابرز الاغلفه بتاعتنا، نيورز الجيران، اكتيفيتيز الانشطه، ميستيكس الاخطاء، وطبعا الانسر اور نيبرز. Working day and night is really. Working day and night is really. يعني الشغل ليل نهار is really ايه؟ طبعا انا بوصف ال working يبقى بوصف شيء، يبقى ما تنفعش الصفه اللي بتيجي دي. طيب نيجي نشوف الصفات التانيه. عندي tiring يعني متعب، empty فارغ، rich غني. يبقى طبعا برضو مش هينفع نوصف الشغل بانه غني ولا بانه فاضي، لا يبقى عندي ايه؟ tiring. The coach watched me kick the ball and said I was, he was very happy أو he was happy. يبقى طبعا هو شافني وأنا بلعب أو بشوط الكورة وقال عليا إن أنا إيه؟ noisy يعني بعمل دوشة، empty، talented، boring. يبقى طبعا he said that I was إيه؟ talented يعني إيه؟ يعني موهوب. Did you the change in my room, in my room? Did you the change in my room? يعني التغيرات في أوضتي. Did you say؟ هل أنت قلت؟ Did you collect؟ Did you solve؟ collect طبعا يعني يلم، solve يحل، notice يعني يلاحظ، وطبعا أنا بقول لك إيه؟ هل لاحظت التغيرات اللي في الأوضة بتاعتي؟ يبقى Did you notice the change in my room? We should always learn from our. We should always learn from our tournaments, mistakes, vacations, or rivals. احنا المفروض دايما نتعلم من ايه؟ طبعا من الاخطاء، من from our mistakes. Mrs. Azza always teaches us the sounds of letters. دايما بتعلمنا the sound of letters. And we after here. هي بتعلمنا اصوات الحروف واحنا بنعمل ايه؟ طبعا we repeat after here. It's safe to play in front of your house. من الآمن إنك تلعب in front of your house. It's not. طيب هو بيقول لي it's safe يبقى it's not dangerous. يبقى ما هوش خطر. طبعا كده يبقى أنا هنا الجزء الخاص بالفوكاب وهننتقل إلى الجزء الخاص بالجرامر. هنشوف بقى بيج نمبر 18 وده الجزء الخاص بالفوكابلري اللانجوج اكسرسايز. طبعا عندي هنا بيقول لي choose the correct answer. لميا to school yesterday. طبعا عندي هنا yesterday احنا فاكرين الجرامر بتاعنا كان عن الباست سيمبل او الماضي ايه البسيط، وعارف ان في الماضي البسيط انا عندي two kinds of verb. عندي الريجولار فيرب، الريجولار فيرب اللي هو فعل منتظم ده اللي بضيف له دي واي دي واي دي، وفي irregular verb اللي هو غير منتظم وده اللي ما بنضيفلهوش الاي دي. طب انا عندي هنا هو ده walk فعل منتظم يبقى في الباست هنحط ايه؟ walked. اماني study for her exam last night. فاللي هنا طبعا في النيجاتيف فورم، طبعا في النيجاتيف بنختار didn't plus the infinitive verb. امير visited his friends and a football with them. يبقى ان played football with them. The children with their grandparents last weekend. يبقى the children انا عندي هنا في do و did where و are. طيب لو انا اخترت عندي do او did لازم يكون عندي هنا infinitive verb. طيب هل انا موجود عندي في الجملة في هنا infinitive verb؟ لا، يبقى بالتالي دو غلط وديد غلط. تمام. طيب وير بقى مع verb to be انا ما بستخدمش الايه الانفينيتيف فيرب، او ما بستخدمش فيرب عامه الا اذا كان في الاي ان جي او في التصريف التالي. طب انا ما عنديش اساسا فعل خالص، تمام، يبقى انا الانسر بتاعتي بوير او اور. طب انا عندي لاست يبقى طبعا في الماضي. ديد طه يبقى انا عايزه هنا infinitive verb. طيب فين الانفينيتيف؟ دي طه دينر فور هيز فاميلي يسترداي. عندي
كوك بكوكينج كوكس كوك، وطبعا الانفينيتيف اللي هو مش متضاف حاجه خالص، يبقى ديد طه كوك. سيليا ات ذا لاست بارتي شي واز بيزي، شي واز بيزي، هي كانت مشغوله، يبقى هي ما كانتش. طبعا برضو ما تنفعش didn't، ما تنفعش doesn't، لان ما فيش هنا verb، يبقى عندي ايه؟ wasn't في الباست. My I my friends in front of the cinema yesterday. طيب برضو عندي yesterday في الباست، طبعا فعل meet فعل irregular، meet ده الانفينيتيف، الباست is met meeting meets، يبقى انا عندي طبعا I met my friends. My sons the piano at the party. My sons the piano at the party. They were fantastic. كانوا رائعين، يبقى دي الجملة في الباست، يبقى they played the piano. وطبعا هنا played بمعنى عزفوا البيانو. Where Sarah yesterday. طيب هنا where عندي المفروض في فعل مساعد، عندي هنا السبجكت وما عنديش verb، يبقى ما ينفعش does وما ينفعش did. طالما ما فيش verb يبقى ما ينفعش لا does ولا did في السؤال ولا do، وفي النفي ما ينفعش ولا don't ولا doesn't ولا didn't. تمام؟ طيب يبقى هنا سارة سوري where was Sarah yesterday، لأنها طبعا في الماضي. هنا a lot of stories using AI they were great. They were great يبقى في برضه في الباست. يبقى سارة أو سوري هنا ال past of write is wrote. هنا wrote. طب نيجي للسؤال الثاني، وده اللي هو بيقول لي complete the sentence with the correct form. Our neighbors buy new furniture for the house a week ago. طبعا a week ago ده في الماضي، طبعا ال past of buy is bought. ماضي بتاع buy bought. Selma visited her grandmother next weekend. طيب هي visited في الباست، يبقى ما ينفعش next، يبقى ايه؟ last weekend. Last year I not travel to Alexandria, I went to Hurghada. طب انا عايزه انفي زي ما قلنا النفي في الباست ب did not، يبقى didn't والانفينيتيف فيرب اللي هو travel to، يبقى last year I didn't travel to Alexandria. Where they swam in the lake last weekend. طب انا عندي هنا في فعل مصدر، يبقى ما ينفعش where، يبقى هنسأل ب did لأن الزمن في الماضي. Did they swim? The boys not clean their rooms this morning, it was dirty. طيب هنا برضو it was dirty يعني في الباست، يبقى انا هننفي الجمله في زمان الماضي. طيب النفي زي ما لسه قايلين فوق، يبقى didn't clean. Didn't clean. Columbus be in America in 1492. طبعا هنا عندي التصريفات فعل verb to be في الباست. Columbus is singular، يبقى Columbus was in America in 1492. طيب هننتقل بقى للجزء الخاص بك انت في يونت نمبر 18 سوري بيج نمبر 19. We a lot of fun last weekend. We a lot of fun last weekend. Last weekend في الباست، يبقى الماضي بتاع have و has، يبقى had. How many goals how many goals يعني كم عدد الأهداف. عمر score، يبقى أنا عندي هنا في infinitive verb، يبقى مين اللي هاخده؟ يبقى يا دو يا داز يا ديد. طب أنا عندي هنا last tournament يبقى في الباست، يبقى how many goals did Omar score. This summer was great. This summer was great. إيه والله الصيف ده كان رائع، وأنا عندي هنا was ده في الماضي، يبقى دايما الفعل بتاعي هيبقى في الماضي بالتبعية، مش لازم أحط بقى keyword. يبقى طبعا I volunteered، إن volunteered من الأفعال اللي هي المنتصبة. Number four. Last week I something really interesting. Last week I
something really interesting, I read three books. I read three books يعني قريت ثلاث كتب. طيب عندي last week، يبقى الفعل بتاعي في المصدر يبقى last week I did something really interesting. What did you from yesterday's lesson؟ يبقى what did you learn؟ Learn, learn, learning. طبعا عندي did، يبقى عندي infinitive، يبقى طبعا what did you learn. Your father at work last week. Your father at work last year. Last week ما عنديش هنا فعل، يبقى ما ينفعش did، ما ينفعش has، تمام؟ لأن has للملكية، يبقى طبعا was لأنها في الماضي. طبعا is و has في الاثنين في الموضوع. My grandpa me how to play the guitar. It was 3 years ago. كان من 3 سنين. يبقى الباست بتاع فعل teach، taught، taught، علمني how to play the guitar. Hatem noticed the problems. Hatem noticed the problems and changes to solve them. يعني ايه؟ تغيرات عشان يحلهم. يبقى هو لاحظ بعض المشاكل and طبعا في الباست يبقى made a change. Most of the stories أحمد read fine. يبقى أنا بقول most of the stories، معظم القصص، يبقى were fine. Complete the sentence with the correct form. I be surprised by the story he wrote last summer. طبعا last summer في الصيف الماضي، يبقى طبعا في الماضي verb to be I was، لأني I singular. Why did the coach ask him Amar to join the team? طب why did، يبقى عندي infinitive form، يبقى هنشيل ال ed من ال verb، يبقى why did the coach ask؟ Why did the coach ask? No, I had fun at all. No, I had fun at all. I was ill. طب أنا no، يبقى أنا المفروض أنفي. طب فعل had بقى، في حد هيجي يقول لي had تتنفى تبقى hadn't. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لأني أنا ما عنديش فعل تاني مع had. ما دام ما عنديش فعل تاني مع had، تبقى had دي فعل أساسي. ولما تبقى had فعل أساسي، البسط النفي بتاعها ينفي زي بنفي، زي ما بنفي أي فعل في الباست سمبل، يبقى didn't have. يبقى didn't have. يبقى no I didn't have. No I didn't have fun at all. Ali and Jana not at school last week. طيب هنا برضو ما عنديش verb، يبقى هستخدم verb to be. طب last week في الماضي، علي وهنا وجانا دول بلورال جمع، والجمع بياخد وير، يبقى where، وطبعا هننفي، يبقى weren't at school last week. Nihal decide to clean up her room yesterday. Nihal decide، يبقى طبعا Nihal decided. Hadir said positive things to Adam. Hadir قالت كلام إيجابي أو حاجات إيجابية لعادل. So he not stop trying، يعني لم يتوقف. يبقى طبعا هنا برضو هتبقى he didn't stop. ليه؟ لأن الفعل الأولاني في الباست، يبقى he didn't stop trying، لم يتوقف عن المحاولة. يبقى احنا كده خدنا الاكسرسايز على الفوكابلري، خدنا الاكسرسايز على الجرامر. لو وصلتوا معايا في الفيديو للنقطة دي، ما ننساش نعمل اللايك، نعمل الشير والسبسكرايب. هنحل دلوقتي مع بعض الجنرال اكسرسايز على ليسن 1 وليسن 2. طيب قبل ما نحل ليسن 1 و2، في هنا جزء خاص بالسكيلز او الفانكشن، اللي هو الجزء الخاص بالديالوج في بيج نمبر 20. دلوقتي بيقول لي complete the following dialogue. عمر is asking Am about his summer vacation. يبقى عمر بيسأل عمرو عن السمر vacation. Hi Am, how was your summer vacation؟ كيف كانت السمر ايه vacation؟ Hi عمر. يبقى ممكن هيقول له ايه؟ It was
great. It was great. كانت رائعة. قال له I went to the beach with my family. I went to the beach of, with my family. طيب أنا رحت البيتش، يبقى هسأله إيه؟ عملت إيه أو رحت فين؟ يبقى ممكن أسأله What did you do؟ تمام؟ أو Where did you go؟ يبقى أنا ممكن أعمله كده، ممكن أعمله كده. طيب قال له I went to the beach with my family. It was very fun. That sounds awesome. ده يبدو رائع. What did you do there? عملت ايه هناك؟ قال له ايه the water was warm and nice. المية كانت دافية ولذيذة. يبقى عملوا ايه؟ اه يبقى طبعا we swam. هما راحوا البيتش. يبقى we swam in the sea. Did you play any games there? هل لعبتوا أي ألعاب؟ قال له I played many games. يبقى طبعا هنا بسأل بديت، يبقى جاوب yes or no. يبقى yes. طيب اليو هتتحول إلى I أو هتتحول إلى we لو أنا بتكلم على جنة. تمام؟ طيب أنا ممكن أعملها على I على أساس إن هو من فوق جاوب I. يبقى yes I did. I played many games. سأله سؤال تاني، قال له I played with my brothers. لعبت مع اخواتي. يبقى طبعا هنسأل على my brothers، يبقى هنسأل عليهم بهو لان دول مفعول. طيب عندي انا played في الباست، اشيل منها الايجي على طول واحط did. يبقى who did. I هتتحول الى you. انزل بقى كل اللي فاضل من الجملة، يبقى how did you who did you play with. طيب وماي براذر انا بسأل عليها، يبقى بحذفها. يبقى هو ديد يو بلاي ويز. هننتقل إلى بيج 21، وهنا ده جزء خاص بالسكيلز أو المهارات، وده بيتكلم أو خاص بالرايتنج. How to write a paragraph، إزاي هنكتب باراجراف. طيب بيقول لي How to write a paragraph about activities of summer vacation، هنكتب إزاي باراجراف عن السمر فيكيشن. طيب أول حاجة عشان أكتب الباراجراف لازم هحط العنوان بتاعي سمر فيكيشن وابتدي أحط الأفكار. طيب ايه الافكار اللي انا هكتبها عن السمر اكتيفيتيز او الاكتيفيتيز اوف ذا سمر فيكيشن. اول حاجه بقول which activities did you do last summer vacation، ايه الانشطه اللي انت عملتها. طيب تاني حاجه هسال نفسي how did you spend your time، قضيت وقتك ازاي. where did you do them، فين عملت الاكتيفيتيز دي. who did you do them with، عملتهم مع مين. how did you feel، كنت بتشعر بايه. يبقى دي الافكار بتاعتي. طب هنشوف كده مثال. بيقول لي last summer vacation، my last summer vacation. last summer vacation was great. يبقى الاول انا قلت انها كانت رائعه. ليه بقى؟ as، واز هنا بمعنى because I did many activities. مارست او كنت بعمل انشطه كتيره. I traveled to Hurghada with my family and cousins. يبقى ده الأنشطة اللي أنا عملتها. عملنا إيه هناك؟ We swam in the sea. We rode bikes and played many games together. تمام؟ يبقى أنا جاوبت على أول سؤال اللي هي Which activities did you do last summer إيه؟ summer vacation. تمام؟ وقلت كمان عملتهم فين. We enjoyed our time there. استمتعنا بوقتنا. I also volunteered، كمان تطوعت، to help clean the streets in our city. Every weekend we collected trash from the street. كل ويك اند كنا بنجمع تراش من الستريت. And sent it to the recycling center. I joined the football team and at the club.
and we won a tournament. يبقى انضميت لفوتبول تيم وفزت بالتورنمنت. We were really happy. I read many books and watched many movies. It was one of the greatest vacation that I had. يبقى كانت واحدة من أجمل الأجازات اللي أنا قضيتها. طيب هنا بيقول لي write a paragraph about the activities you did last summer vacation. ده انتوا بقى اللي المفروض تكتبوه. بيقول لي start with a clear topic. طبعا دي نصيحة، لازم أبدأ بtopic واضح ويبين معنى أو الهدف من الباراجراف. طيب أنا عايزاكم تكتبوا انتوا الباراجراف ده، ويا ريت تسيبوا لي أو تبعتوا لي على جروب الواتساب الموجود عندكم في صندوق الواتس، أو على جروب التليجرام الموجود برضو في صندوق الوصف، وهتابع معاكم الباراجراف وهحله لكم أو هصححه وابعته لكم مرة تانية. طيب هننتقل بعد كده إلى الجنرال اكسرسايز. طيب احنا هنسيب سؤال الليسننج وهندخل على السؤال بتاع الدايلوج. بسملة، طبعا ده بيج نمبر 22. بسملة and Caddy are talking about their summer vacation. بسملة، where did you spend your summer vacation؟ فقال لي، المفروض هيقول له قضيتها فين؟ لكن لازم اكمل. قال لي how was the weather in Alexandria؟ يبقى انا قضيتها فين؟ in Alexandria. يبقى انا ممكن اقول له على طول in Alexandria. لازم اقرا بقيه الاسئله عشان اقدر اعرف الاجابه. يبقى in Alexandria. طب لازم اقول I spent it in Alexandria او I spent my summer vacation in Alexandria؟ طبعا لا، لان انا في الدايلوج مش لازم اجاوب complete answer. طيب how was the weather in Alexandria؟ الطقس كان شكله ايه؟ قال لي that sounds exciting، هذا يبدو رائع. Did you swim in the sea؟ يبقى هنا ممكن اقول له it was fine، كان كويس. It was great، كان الجو جميل. It was good، اي سبب. That sounds exciting. Did you swim in the sea؟ هل عمت في البحر؟ طيب تحت قال له because I can't swim well، عشان انا ما بعومش كويس. يبقى هنا هيقول له ايه؟ يبقى no I didn't. No I didn't. طيب قال له because، يبقى السؤال بتاعي why، ليه؟ قال because I can't swim well. فهنا سأله سؤال، قال له yes we did. Yes we did، يبقى هنسأل ب did we أو did sorry you. يبقى did you. طب قال لي هنا we had a lot of fun، يبقى did you have fun؟ Did you have fun؟ أو did you enjoy your time؟ ممكن أقول did you enjoy your time أو did you enjoy your vacation؟ هل استمتعت بالأجازة؟ يبقى yes we had a lot of fun. تمام، هنيجي نشوف السؤال اللي بعد كده. Read and complete the text with words from the following list. Sports, take, have, amazing, terrible, had. Last vacation was، طبعا was amazing، كانت رائعة. I decided to help، قررت أساعد my neighbor، الجار بتاعي. He asked me to volunteer at a local tournament. At a local ايه؟ tournament ده دوري. دوري ايه بقى؟ طبعا دوري رياضي. يبقى at a local sports tournament. I was excited to a part in it. طبعا قلنا part in هتاخد بقى فعل ايه؟ take. طيب يبقى to take part in يعني عشان اشارك فيها. The tournament was big. الدوري كان كبير. With many people playing different sports. It was fun working with them. يعني كان شيء ممتع العمل معهم. We a great time together. طب كلمة great time هتاخد معاها ايه؟ يا فعل have يا فعل spent.
طيب انا عندي have وhad، انا عندي هنا الجمله بتاعتي في انه زمن في الماضي، طبعا الباراجراف كله في الماضي، يبقى هتبقى ايه؟ we had a great time together، we had a great time together. طيب نشوف السؤال بعد كده، وده سؤال choose the correct answer. The group picked up litter and took it to the recycling community club garden center. طبعا مركز التدوير اللي هو recycling center. Yunis and his son are active members، يبقى أعضاء نشطين in their community coach neighbor software، طبعا in their community أو في المجتمع بتاعهم. My teacher asked us to. My teacher asked us to. A world with no internet. يبقى طلب مننا نتخيل العالم بدون الانترنت. Mention يتذكر يذكر. Imagine يتخيل. Repeat يكرر. Volunteer يتطوع. وطبعا الانسر از ايه؟ از mention. Said the ball into the net and scored a goal. يبقى شاط الكورة في الشبكة وأحرز هدف. طب منشن، نون منشن يعني يذكر. نوتس دي لاحظ أو لاحظ. بيكد أخذ أو التقط، وكيكد طبعا يعني شاط، فطبعا كيكد ذا بول. أو أولا بلانز تو، أولا بلانز تو، يبقى أولا خططت أو تخطط لي. تو تيك إيه إن يوروب نيكست سمر، تو تيك تاور يعني هتاخد برج، فاكيشن أجازة، تكنولوجي ليدر اللي هو القائد، طبعا to take a vacation. ميادة her homework after school every day. طيب الهومورك بتاخد فعل ايه؟ تاخد فعل do، يبقى does her homework. طبعا الجملة في المضارع عشان عندي كلمة every day. فاطمة always tidies up her room. طبعا يا أستاذي يا حبايبي، أما ليه إن هو always tidies يعني دايما بتنظف الأوضة بتاعتها. The end of the day، the end of the day ده وقت محدد، يبقى هتاخد معاها حرف الجر at، at the end of the day. We the house last Saturday. طيب عملنا ايه في الهاوس ده الأسبوع الماضي؟ يبقى طبعا we cleaned the past، we cleaned the house. Mary watched the film on TV last night. Last night في الباست وده نفي، يبقى طبعا عندي فعل مصدر، يبقى didn't watch. Hannah at the cinema last Friday. طبعا انا عندي هنا مكان ما عنديش فعل، يبقى الفيرب بتاعي هو فيرب to be. طبعا عندي last evening، يبقى was Hannah at the cinema last evening. Complete the sentence with the correct form. My dad drive me to school this morning. طبعا this morning يعني هذا الصباح، يعني أصبحت في الماضي. The past of verb drive is drove. Drive drove. Jack not helped his neighbor last week as he was busy. يبقى طبعا didn't لأنها can. مشغول. Where do you like to read when you were younger؟ يبقى where did you like، where did you like. The cat didn't quiet last night. طبعا عندي هنا صفة، وما دام في صفة يبقى قبلها verb to be، قبلها verb to be. يبقى طبعا هنا الكات تبقى wasn't quiet، wasn't quiet يعني ما كانتش هادية last night. The cat wasn't quiet last night. طبعا عايز اكتب بقى paragraph about 80 to 90 words عن fantastic vacation you had. طبعا انا هسيب لكم ده زي ما قلت لكم، هنسيبه homework، هتبعتولي على جروب الواتساب. تمام، هنبعته على جروب الواتساب وانا هصححه لكم، وهبعت لكم الاجابات على الجروب برضه. طبعا الرابط بتاع الجروب موجود في صندوق الوصف، لو مش عارفين توصلوا للرابط
اكتبوا لي في التعليقات وانا هبدا ابعت لكم الرابط في الكومنتس. يا رب تكونوا استفدتم من درسنا النهارده، واتمنى انكم تكونوا اشتركتم في القناه، وما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير المره الجايه مع حل كتاب المعاصر. جود باي اند جود لك.